بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل المحاضرة في شابتر 7 أو الفصل السابع، وعنوان المحاضرة بتاعتنا فود ألرجي. فود إيه ألرجي؟ الحساسية، وإزاي الوجبات الغذائية بعضها بيكون سبب في حدوث حساسية، تبقى أنت حساس بتتفاعل مع الأكل اللي بتاكله نوعية معينة، فممكن تأثر على صحتك وممكن تؤدي إلى مشاكل حادة أو مزمنة، وبعض الأحيان بتؤدي إلى الوفيات. Overview of the food allergy and related concepts. نظرة على حساسية الطعام وما يتعلق بها. أول حاجة نعرف الفود أليرجي معناه إيه. Food allergy refers to specific reaction، بيبقى تفاعل متخصص. That result from، بيكون سببه an abnormal immunological response، يبقى عبارة عن specific reaction، السبب بتاعه abnormal immunological response، الجهاز المناعي بتاعك بيستجيب بطريقة خاطئة. لمين؟ to food، لبعض الأغذية أو بعض العناصر في الإيه؟ في الغذاء. and which can، وده هينتج عن إيه؟ severe and life threatening. التفاعل ده ممكن يكون شديد وممكن كمان يهدد حياة الإنسان ويؤدي إلى فرق. ايه سببه and triggered by، بيكون المسبب ليه عبارة عن ايه؟ minute amount of allergen، حاجات بسيطة من المحسس. allergen اللي هو المحسس، مناعتك بتتفاعل مع المحسس النوعية من الاكل اللي هي ايه؟ بتتفاعل مع الجهاز المناعي. خلاص، يبقى الفود الرجي refer to specific reaction that result from an abnormal immunological response to a food which can be severe and life threatening and triggered by a minute amount of allergen. ده التعريف. اوكي. في فرق بين الفود أليرجي والفود انتولرانس. يعني ايه؟ تاكل أكلة تتعبك بس وتعمل لك مشاكل، بس مش حساسية، جهاز المناعة ما دخلش فيه، ولكن انت اساسا الأكل اللي انت بتاكله تقيل على معدتك، لما بيمتص تقيل على مختلف الأجزاء في جسمك والأجهزة. يبقى في حاجة اسمها أليرجي ونون أليرجيك فود انتولرانس، عبارة عن إيه؟ ريفيرز تو إيه؟ رياكشن، تفاعل تو فود ذات كان ريزلت فروم نمبر أوف كوزز، أسباب أخرى. نون أوف ويتش، كل من هذه الأسباب is mediated by the immune system. ما فيش ولا واحد من دول الـ immune system دخل فيه. زي ايه؟ الناس اللي بتاخد أدوية، الناس اللي عندها enzyme deficiency،
الناس بتحطت لمهيجات او توكسيك افكت بعض السموم، بيبقى دول بيحصل لهم انتوليرانس، فبالتالي ممكن تهدد حياتك. يعني انزيم ديفيشنسي، واحسن مثال للناس اللي عندهم الفافيز انيميا الفول او نقص في الانزيم الجي 6 بي دي في كرات الدم الحمراء، مجرد ما ياكل اكل معين يزود الاكسده داخل هذه الكرات الحمراء تتكسر. هل ده الرجي سببه مناعه؟ لا، ده انتوليرانس حصل له ان هو ما قدرش يتعامل مع هذا النوعيه من الاكل، هذه النوعيه من الاكل. فالالرجي الفود الرجي، والنون الرجيك فود مصطلحين اسمهم انتوليرانس والتاني الرجيك. فود الرجي يبقى خلاص الجهاز المناعي فيها، نون الرجيك الجهاز المناعي ملوش علاقه بالموضوع. عشان كده في نوعين، زي مين تايبز اوف فود الرجي، انواع الحساسيه للطعام، اند هاو ار ذي كلينيكال بريزنت، والمريض يجي لك بيشتكي من ايه، وايه العلامات والاعراض اللي عليه. يبقى ذا مين تايب اوف فود الرجي، انواع الحساسيه للطعام، اند هاو ار ذا كلينيكال بريزنت، وازاي المريض بيجي لك وبيشتكي منه. في نوعين، تو ميجر زرار، تو ميجر كلاس اوف فود الرجي، الرجيك رياكشن، نوعين من الحساسيه للطعام، اميون ميديتد، وهنا نوع الاي نوع الاجسام المضاده اي جي اي، اميونو جلوبين اي ميديتد، وده اعنف نوع ما بنحبوش. يبقى تو في التو كلاسز اوف فود الرجي رياكشن، اميونو جلوبين ميديتد اللي هو بالاي جي اي وده ما بنحبوش، والنوع الثاني نون اي جي اي ميديتد رياكشن، ما بيكونش فيها اي جي اي، في واحد فيه اي جي اي وميونوجلوبلين اي، وفي واحد نوع ما فيش فيه اي جي اي. طيب لو كان اي جي اي ميديتد، شوف بقى ايه اللي بيحصل، المريض دوت بريزنت soon after ingestion، على طول بعد ما ياكل تلاقي الحساسية تبدأ تضرب في جسمه، وده بيبقى easy to investigate and diagnose، وده بيبقى تشخيصه سهل وممكن نعمل له التحليل اللازم. وده الاي جي اي ده مور فيولنت ذان نون اي جي اي ميديتد، بيبقى مرعب مزعج فيولنت لدرجه ان كان ايفن ليد تو ديس، يؤدي للوفاه عن طريق حاجه بيعملها اسمها ايه؟ انافيلاكسس. انافيلاكسس ده مرض، المصطلح بتاعه اسمه انافيلاكسس، ده مصطلح طبي. يعني انا فلاكسس، لا ده موضوع يطول شرحه، مش عليك في الحكي في الجزئيه دي. يبقى الاميونوجلوبين اي ميدييتد بيتميز بايه؟ سون افتر انجيشن وايزي تو انفستيجيت اند دايجنوزس ومور فيولنت، بيبقى عنيف زان النون اي جي، وممكن كمان كان lead to this من خلال ايه؟ بيبقى في مرض بيحصل ايه؟ تفاعل اسمه anaphylaxis. امتى في السفير كيزز anaphylactic shock anaphylaxis؟ ده الايه؟ ال IgE mediated.
ادي الاميون ميكانيزم اهو، دي الرسمه دي الدياجرام بيوضح اهو. ده اي جي اي ميديتد الاميونوجلوبولين اهو. الاي جي اي ليه ريسبتور مستقبلات على خليه اسمها الماست سيلز، خليه الماست. يجي التفاعل شربت مثلا بعض الالبان بتتحد مع الاي جي اي، بعد كده يحصل ان هي بتقف على الخليه زي الماست سيل. اللي بيحصل يحصل التفاعل، الماست سيل تتكسر تطلع ماده اسمها هيستامين. الهيستامين ده ما ادراك ما الهيستامين، ومشاكل. ده اللي هو ايه، بيبقى اي جي اي ميديتد. اما اللي هو مش اي جي اي ميديتد بيبقى عباره عن ايه، عن طريق حاجه اسمها اي بي سي انتيجين بريزنتنج سيلز، الخليه التي تقدم الجسم الغريب للخلايا زي البي سيل والتي سيل. هنا بيبقى التفاعل ما بقاش عنيف زي مين، زي الاي جي اي. يبقى اللي فات اي جي اي ميديتد، لا ده نون اي جي اي ميديتد رياكشن، مفيش فيه تفاعل بالجسم المضاد اي جي اي. الاي جي اي بيبقى سونر، السون افتر انجيشن، لا ده بيبقى النون اي جي اي بريزنت ليتر بعدين. التاني ممكن يعمل ديس، لا ده ممكن يعمل ايه الهيلث، ممكن يعمل ايه، ممكن يعمل مرض مزمن. وبعدين الفود اللي بيعمل حساسيه، الفود الرجي ده ممكن within minutes بعد الدقائق او hours after الانجيشن اوف او بعد ساعات من ايه ابتلاع لك بلع لك. فده بيبقى ايه نون اي جي ميديت. يبقى الفود الرجي ممكن يكون اي جي اي ميديتد او نون اي جي اي ميديتد، وايه الفرق بينهم شرحتهم. طب هنا في سؤال ممكن يجي لك في الامتحان، اه ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ايه، given account on اي جي اي ميديتد allergic او food allergic reaction، food allergy. يجي لك سؤال، السؤال يقول لك ايه، give an account on immune او ايه، يقول لك ايه كده اهو، immunoglobulin IgE mediated allergic allergy for food او فود الرجي ديو تو اميونوجلوبولين اي اي جي اي. يبقى انت هتكتب الايه الكام سطر البساط دول، الرسمه دي بتوضحها لك، دي مجرد بس توضيح علشان ايه اوضح لك الموضوع بيتم ازاي. وفي نون اي جي وممكن يقول لك طيب وفود الرجي، يبقى انت بايه بس انيومريت، بس انيومريت اذكر بس عدي، بتقول له اي جي اي ميديتد ونون اي جي اي ميديتد. ودي الرسمه ايه؟ فود الرجي، ادي الطيب اهو. انت عندك اثنين طيب، اي جي اي ميديتد ديس اوردرز ونون اي جي اي، الميكس دي مش عليك. الكلينيكال بقى برزنتيشن ان هو يجي لك هويج تشيست، سيدروم خرفش، ارتكاريا، هرش، انجي اوديما، جسم مورم، راش، طفح جلدي، احيانا فوميتنج يرجع. دي كلها اعراض او انتروباسي بتاعه الالرجي مش مطلوبه منك. طب اديني مثال لبعض الاغذيه اللي ممكن تعمل الرجي، الملك، الالبان، الصويا، الفول، الفيش، الاسماك، الاجز، بعض البذور، السيد. ماشي، دي حاجات امثله لبعض الوجبات اللي هي اي الفود اللي ممكن يعمل الرجي. وده دايما بيبقى خاصة فين؟ في الأطفال، تلاقي في أطفال بيحصل لهم حاجة اسمها إيه؟ كاو ميلك ألرجي، إيج ألرجي، وهكذا.
diagnosis. How can food allergy is be diagnosed? Can be diagnosed كلمتين وبس. ازاي بتشخصه؟ في عنده حاجة اسمها طريقة اسمها radio allergio sorbent اللي هي RACT، وطريقة اسمها ايه؟ ELISA. طريقة اسمها ايه؟ ELISA. بس دي التشقيق، الطريقتين اللي بشخص فيهم الفود ايه؟ allergy. والطريقتين دول طبعا رسومات توضيحية ليهم. بيبقى تشخيص معملي ELISA وايه؟ والراديو اميون اسي. بكده يبقى احنا خلصنا درس الفود الرجي. يبقى خلصنا ايه؟ درس ايه؟ الفود الرجي. يعني خلصنا شابتر ايه؟ 7. هل ممكن يجي لك اسئله منه في الامتحان؟ ممكن يجي لك اسئله منه في الامتحان. شابتر خفيف وجميل كده، وممكن يجي لك اسئله زي ما انا قلت لك. الاسئله اللي ممكن تيجي ايه؟ نوعيه الاسئله. ممكن تيجي لك فيلينز سبيس، ممكن تشوز كوريكت انسر، ممكن يجي لك ايه؟ جيفن اكاونت. وايه؟ نكمل ان شاء الله المحاضره القادمه. يبقى احنا واقفين على شابتر ايه؟ شابتر 8 على الاتش اي في، هيومن اميون فيروس او الايدز، مرض نقص المناعه ايه المركزي. ونكمل